اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زلنا نجدد العهد ونكرره كل عام في هذا اليوم الذي هو للمسلمين عيدا. نحن هنا نجدد العهد لهذا الطفل الذي قتل في يوم عيد، وإلى الآن لم نرى قاتله يقدم إلى العدالة. نحن هنا أمام هذه الرياض النيرة، رياض الشهداء الذين قدموا أنفسهم من أجل أن ينال هذا الشعب حقوقه، ولا زال هذا الشعب مستمر في أن يصل إلى مبتغى وهو النيل إلى حقوقه المشروع الذي كفله له جميع الدساتير الإلهية وجميع الدساتير الوضعية. نحن هنا لنقول لهؤلاء الشهداء لا زلنا نطالب بحقوقكم وحقوق هذا الشعب، الحقوق الذي يستمر عليها هذا الشعب لمدة 5 سنوات، وهو باقي يطالب وسيبقى يطالب إلى أن يأمر الله ويأذن بأن ينال هذا الشعب كافة حقوقه الذي أقرتها له القوانين الدولية. نحن نجدد العهد لكم جميعا بأننا سنكرر هذه الزيارة وهذه الاستمرارية إلى أن نصل إلى ما قدمتم أنفسكم من أجله وهو حقوق هذا الشعب. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.